ايه يا نوبة؟ انت بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال بو انا حاولت اعتذر لهم 100 مره مفيش فايده، هي زعلني. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس على هوا، مفيش فلوس. هقول لي اقول لك ايه؟ ناتشما ناتشما زي الموتشما. يعني ايه يا لمبي؟ الله، ايه اللي يعني ايه يا لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب عديل الغني؟ طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص. هدي امشي اطلع بره. الله، ما بره بره انت، يعني هتطلعينا من الكونسول؟ على فكره انت قوليه مفتريه او المصحف، لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله. هات الخيار، هات الخيار بتاعتي وليه مقتدريه. حجر، عايزه هنا، عايزه يا بنت، عايزه يا بنت، عايزه تتخانق على الصبح ولا ايه؟ وهخسرك نفوخك. تعال الحين. طب بالراحه، طب انت بره، طب بالراحه، طب بره يا بنت، بالراحه اصلا. ما تعصبنيش انا بابو عمي. والمصحف هخسرك نفوخك. اقعد قعدنا اتفضلي ارغى لوكلوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان اغنى مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تعتباطي ولا غيرش منه، ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده ان انا مش هطلع المصيف مع اختي وجزوختي معي؟ لا، نطلع النوجه، نطلع. انت مش عايز نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعه وفي الدخله. الفيلا دي ب 7 مليون ونص و59 كرش. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص. بني ادم سائل ورزيل والتبته بتبوظ من وشه. سبحان الله، سبحان الله في رزقه. اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير ان يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا ما مر طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجه بس بقى خلاص، طب بقى ما تعيطيش بقى نوجه بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجه اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي، لان ده الكخ نفسه. البنت فواق بقى. والنبي اللي يسمع كده يقول معيشني في لندن. والنبي اخلع البتاع دي يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك. فاكره نفسها قصر في دور ده لي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي، ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط، والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكره؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكره يا لبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه ثانيه هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا، هاتي الام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني، خلاص. هم 2500، 2000 هنركب بيهم سرير بدل السرير ابو جرده ده، وال500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم، نفهم بعض، نفهم بقى. يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين، مهم الكابيلتي. الله، حرام عليكي. طب يا نندي، ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيب. طيب، الله يخليك. مصلك والله، انا عندي سرير بس لازق في رجله جبل كده، فهل ممكن تشنج؟ لا، مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي؟ لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير عندك كده على اليمين. يمين كده؟ يمين كده. طب انا متشكر جدا. شكرا. سراير حلو، ما بتزيقش؟ لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس انا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجيلي مستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر، بس شوف الحل ارجوك، انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انتوا عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور، اعتبر المكان مكانك، تمام؟ والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. Ah!
البروديوسر ده كاتم الصوت هو ده الهدف العنتاب لي. أمرني الله حبيبي ربنا يخليك ربنا يخليك والنبي بس عشان انا يعني بفزع شويه من الحركه دي. هل انت كنت واقف مع الدكتور الف لا باس شعر عليك؟ كنت بخصوص البق ده عيان الف لا باس شعر عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه النبي، هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ ده 4500 جنيه لحد البيت وحساب العربيه عليه، يعني كله 4800 جنيه. لا 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 مش عايز، الناس حاجه اوطى من كده، يعني حاجه اوسخ من كده شويه. في ده 900 جنيه بالمشال. ده حلو قوي، ده انا جربته. حلو؟ انا جربت عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال لحد البيت بالمشال. اه طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. ايوه ضحكتك عسل والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمه الله وبركاته. عسل والله ربنا يخليك. طب السرير ده حقه ان شاء الله؟ هقعد ادفع الفلوس هنا في الكافيه؟ لا الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب والسرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه مرسي يا سكنانس. نزاع من زمان بيننا وبين عيلة ابو حديدة. الدوار ده ملك نحن بالورق، لكن هم واخدينه وضع يد. كبرت في دماغ ولدي عبد الصمد. ايوه وقال انا حقعد في الدوار ده واللي يعرف يخرجني يفرجني. انا اللي يعرف يخرجني يضربشني ايه؟ يخرجني يفرجني. حلو قوي. عيلة ابو حديده اتلمم وهجموا على الدوار. ايوه وهب قامت العركه. اوبا امال ايه؟ انا بعد ما قال اللي يعرف يضربني يضربني. وقع فيها حنجل ابو حديده قتيل على يد مين؟ ولدي عبد الصمد. ولدك عبد الصمد اللي هو اللي قال لك اللي يعرف يزلطني يظبطني. اللي يعرف يخرجني يفرجني. ماشي ايوه. قدام مين؟ ايوه بقى مين البطل الجديد؟ قدام 20 نفر من عيلة ابو حديده. احنا ممكن ناخد الاوراق اللي بتاعت الحجج دي ونذهب بيها الى سيادة القاضي ونروح مدينها له ونقول له يا سيادة القاضي ده المتهم بريء، يبقى هو كده كان في حالة دفاع عن النفس. لا لا ما انتش فهمان. اخد الاكل وراح اقعد. قعدنا. ما انتش فهمان حاجة. احنا ما حضرناش اوراق للدوار دي. طب ايه اللي يثبت ودليلك ان المكان والارض والبيت ده الدوار بتاعكم؟ الحجج القديمه اللي من سنه 1920. يا نهار اسود، يعني تقريبا من بدايه الخليقه. بدايه خليقه ايه؟ لا موجوده في الدوار. في الدوار عندهم هناك؟ كبير ايه. طيب هو قول لي حاجه، انت اسم حضرتك ايه بالكامل وهدان ايه؟ وهدان حلقولو زيرو. طب واسم الجد؟ جلط. واللي بعده؟ ملط. ومين واسم اللي حلق لكم؟ بص يا حاج راح فين انت؟ لا ابدا اصلا بحب اعمل الحركه دي بعد الفطار عشان اهضم. تهضم ايه؟ اهضم البتاع ده. يعني هتاكل تاني؟ بص يا حاج مجنون انت ولا مجنون؟ 10 مليون ليه؟ ليه يا اخويا ليه؟ الدوار بتاعنا والارض كمان بتاعتنا. طب حاول تثبت. ها؟ اثبت. مش انت بتقول الدوار بتاعنا و... اثبت اثبت ان الحاجات دي بتاعتك. اثبت كيف؟ ما الحجج عند الحديده. طب واللي هيجيب لك الحجج ده هتستخسر فيه 10 مليون جنيه؟ ايه؟ ما ينفعش. انت عارف ارضك تساوي كام دلوقتي؟ يعني اقول لك السعر كان حق وعدان. ايه
22 مليون جنيه و750 الف و18 قرش. باي عليك وعلى اللي خلفوك. حسبتها كيف دي؟ اللي حسبتها كيف ده؟ وانت قاعد قدام محامي هافق ولا ايه؟ ده انا المحامي محامك. طلباتك. شيك مرصفي ب 10 مليون جنيه. وخد بالك، خد بالك يا حاج، مفيش وقت. خلاص الوقت قزح. والوقت قال قزح، إلا أن تقزحه قزحك. مش هتروح تجيب محامي محنك زيي. فاحنا لازم تسمعني الوقت كلمة موافق عشان على أساسها أقدر أتصرف في هذه القضية الملعونة. موافق. على خيرة الله، يبقى احنا كده بقى نبتدي التنفيذ. احنا داخلين على معركة قوية جدا، داخلين على اعداء الوطن، واعداء الوطن يعني هم اللي بيهددوا ولادنا في قلب بيوتهم. فاحنا لازم ننتقم. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. هجوم ورايا انا. خير يا بيه؟ في ايه؟ من صاحب الدوار ده؟ ده دوار الحدايد يا بيه، وانا كبيرهم. انت كبير الحدايد؟ ايوه يا بيه. اتنشروا اتنشروا، طلعوا كل اللي قدامكم في المكان. فهمني يا بيه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دلوقتي هنعرف يا كبير الحدايد ده، ها؟ مصر الجديده معدومه ليه دلوقتي؟ دلبانة موتها بتضايقني. تخيل بقى هعمل فيك ايه؟ ولا حركة بوشك اللي شكل قصر عابدين ده. لقيت ايه يا عسكري انك ليه جوه في الدوار؟ مخدرات وسلاح وبجرم. مش سامع. مخدرات وسلاح وبجرم. اخيرا وقعت يا ابو حديده، هتاخد حكم مش اقل من 20 سنه قبل الميلاد. خلي بالك انت هتقع تحت طاوله القانون. انا كان نفسي اساعدك يا ابو حديده. تعرف لو البيت ده اساسا يعني في شك كده ان هو مش بيتكم، انا كنت ممكن اخرجك من القضيه كلها. انما للاسف القضية لبسك لبسك يا ابو حديدة. نفسي نفسي الاقي بس كده حاجة تقول ان ده مش بيتكم. معلش انا اسف ابو حديدة. هاتوا يا بيه، يا بيه البيت ده بيت عيلة وهدان يا بيه. اللي يثبت يا ابو حديدة الحجج يا ولد منك له. الحجج؟ اه فين الحجج بقى؟ عشان انا نفسي اطلعك بريء اساسا. ايوه فين الحجج؟ اه يا بيه وريني كده، ده انا حوزة وهدان ده في داهية. اه يا بيه يا لهوي على ليلة وهدان السودا. يلا رجالة بينا بينا على وهدان، جيبوا اللي يلا 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 اجري. وخلاصة القول يا سيادة الرئيس، بظهور الحجج التي تثبت ملكية الأرض والدار لموكلي حلقونه، فيصبح القتل دفاعا عن النفس. أليس من حقه أن يدافع عن شرفه وعرضه وحرمة بيته التي كانت عرضة لهذه الذئاب البشرية؟ سيد الرئيس، إن صدري قد اكتفى، وأترك لعدالتكم الحكم. وشكرا سيادة الرئيس.
وبعد الاطلاع على أوراق الدعوة ومستنداتها حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم عبد الصمد وهدان حلقولو من التهمة المنسوبة إليه لتوافر حالة الدفاع الشرعي. رفعت الجلسة. الله أكبر.